محبتي والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال وحلقة جديدة من هذا ديننا. الزواج بعد فترة قصيرة أساسه، أصل الزواج أساسه الرحمة والمودة والحب، تناغم بين روحين وائتلاف بينهما، وتناغم في العيش وحب ومودة وسكن، ده غير الاطمئنان طبعا. ولكن بعد فترة قصيرة يتحول كل ذلك إلى كابوس مرعب يتهرب منه كلا الزوجين دون معرفة السبب، فنجدهما أما الزوج أو الزوجة أمام ساحات المحاكم للانفصال، أو إنهما متواجدين لمجرد التواجد. فإذا سألت الزوج قال لك أهي بتربي العيال وهي عيشة والسلام، طيب ولو سألت الزوجة قالت ظل راجل ولا ظل حيطة. ضاع بريق الحياة الزوجية، ضاع مع أول عيل، مع أول إهمال لمناسبة سعيدة بينهما. طيب بسبب إيه؟ بسبب الفتور. هل هناك حل لمشكلة الفتور في الشريعة الإسلامية؟ نعم هناك حل، وده اللي هنتعرف عليه مع فضيلة الشيخ محمد فهيم من علماء الأزهر الشريف. فدعونا نرحب به. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. أهلا بحضرتك، نورتنا النهاردة. أهلا بحضرتك، ربنا يخليك. النهاردة هنتكلم عن الفتور في الحياة الزوجية، وحضرتك كنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن الفتور في العبادات. النهاردة حضرتك اللي اقترحت علينا الاقتراح ان احنا نتكلم العلاقة الزوجية، الفتور في العلاقة الزوجية، وادينا اهو بنلبي يعني طلب حضرتك وبنعمل حلقة عن الفتور في الحياة الزوجية. مبدئيا عايزين نعرف معنى الفتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر حضرتك وأشكر القائمين على القناة لهذه الدعوة الطيبة، لأن الفطور بين الزوجين احنا النهاردة جايين مش برنامج وينتهي الأمر ونضيع وقت الناس وخلاص، احنا جايين فعلا نحل مشكلة، لأن حل المشكلة قبل أن تقع ده أفضل شيء. تمام، فالفطور هو أن يدب الملل بين الزوجين، وده طبعا بيبقى ليها عوامل كثيرة جدا تدخل في الحياة الزوجية، وده ليس في طبقة معينة بل هو في طبقات، يعني عند الأغنياء، عند المتوسطين، عند الناس الفقراء بيحصل الملل وعدم التناغم بين الايه بين الشريكين. عدم التناغم دوت او الملل او الفطور بيبقى فيه فطور عام، ممكن الواحد يبقى اصلا عنده فطور في شغله تعبان، وفي فطور عاطفي وفي فطور جسدي، يعني من خلال مثلا تغيير في الهرمونات او غير ذلك من هذه الامور. الفطور الذي يدب بين الزوجين في البيوت على المسلمين وعلى جميع الناس ان يعني يتعرفوا عليه. انا مثلا رايح احج لازم ابقى عارف احكام الحج. هتجوز لازم ابقى عارف احكام الزواج. هفتح مشروع حضرتك، اللي بيفتح مشروع النهارده وما يعملوش دراسه جدوى بيحصل ايه؟ بيفشل، ممكن يضحك عليه، ممكن يخسر في السوق فيضيع هذا المال. فاي مشروع ان انا لما اكون داخل عليه لابد ان يبقى عندي وعي بهذا الايه بهذا المشروع. فان لم يكن هناك وعي فلابد ان المشاكل تحصل. طيب لو حصلت مشكله، كده كده بتحصل مشكله، ما فيش بيت بيخلو يعني، لكن حصلت مشكله لازم يبقى فيها ايه فيها حل. تمام، ده بالنسبه للفطور عموما. لما اجي اتكلم بقى عن الفطور بين الازواج كيف يكون؟ والله هو الفطور بين الازواج، لان لو احنا انا لو انا لما حطيت ايدي في ايد والدها او ولي امرها وقلت له تزوجتها على كتاب الله وعلى سنه رسول الله، وهو قال زوجتك ابنتي او وليتي على كتاب الله وعلى سنه رسول الله، لو احنا خدنا بهذا المبدا وقرانا كتاب الله عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، والله عز وجل قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وحضرتك لو تلاحظي أن في الفعل المضارع، الفعل المضارع يدور دائما في حياته بين الرفع والنصب والجزم، فإذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون. الفعل المضارع دائما يدور بين الإيه؟ بين الرفع، بين النصب، بين الجزم، فإذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون، خلاص بقى سكن يعني في سكون كده. فهو فعل مضارع دايما ايه بيروح يشتغل وبيجي وبيغسل هدومه وبيعمل اكله، لكن لما تيجي الزوجه بيسكن بقى خلاص، يبقى جاي من ايه من شغله بيجد ايه هذه الزوجه. وهو ميثاق غليظ، قال تعالى واخذنا منكم ميثاقا
غليظة، ما هياش شركة وهتنفض مش يومين ثلاثة والموضوع هينتهي. عشان كده بنقول ان المشكلة بين الناس ان هم مش عارفين قيمة اللي هم فيها ديت. والله عز وجل جعل الزواج ده من سنن المرسلين، مش ان الانبياء كلهم كانوا متجوزين صح ولا لا، او معظم الانبياء معظمهم. ان صح معظمهم كانوا متزوجين، ومعظمهم او كثير منهم طلب الولد زي سيدنا ابراهيم، طلب هب لي من لدنك وليا، زي سيدنا زكريا يقول هب لي من لدنك وليا خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه ثلاثة الى بيوته او الى بيته وقالوا كيف تكون عبادة رسول الله، فطبعا سمعوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وان هو يعني انسان بيتعامل مع كل الفئات ويتعامل مع عبادته، فكأنهم تقالوها. قال احدهم فاني اصوم النهار ولا افطر، وقال احدهم واني اقوم الليلة ولا أرقد، وقال أحدهم أو ثالثهم وإني لا أتزوج النساء. فلما سمع المصطفى عليه الصلاة والسلام مقولتهم قال إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج، فمن راغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. هنقول بقى إيه أسباب الفطور اللي بيحصل بقى. ياريت الناس كلها تسمعنا، ياريت الناس كلها تاخد بالها من قناة الصح والجمال، ولو حد قريبكم ولا حاجه يتصلوا بيهم يعرفوهم ان في حلقه مهمه جدا. اول حاجه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحبيبنا اللي سمعنا يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اول حاجه الامتلاك، ان هو كان بيجري وراها وبيحاول ان هو يوصلها، فلما وافقوا عليه سيادته خلاص، فكان في شغف في الاول، كان بيقعد الخطيب وخطيبته بيقعدوا قد ايه مثلا في التليفون يتكلموا قد ايه؟ بالساعات صح ولا لا؟ ويعمل باقه والباقه تخلص ويعمل باقه جديده وهكذا. لما اتجوزها خلاص قالوا انا جاي في الطريق، هي تقول له حاضر انتهى. يعني والله احيانا يا استاذه هنا ما بيكملش دقيقه في الكلام مع زوجته، هي مره واحده بس ايه انا جاي اجهزه الغدا وعايز الدنيا تبقى هاديه. فكثره التماس تفقد الاحساس، هو من ساعه ما وصل لها خلاص فقد احساس النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه اداها له دي، لذلك لا توجد اللهفه اللي كانت موجوده. يعني هي مثلا بتجهز الاكل فعارفه ان هو مثلا هيجي الساعه كذا، فتقعد تبص في الساعه كذا اللي عندها في المطبخ مثلا، فتقول خلاص فاضل ربع ساعه خلاص عشان ايه جاي، واول ما الباب يرن تجري بسرعه ايه تفتح الباب وتسلم عليه وترحب، لكن بعد فتره تفتح الباب وتروح تجري على المطبخ لحسن ايه الحاجه تتحرق الاكل. أيوة طبعا. وهو طبعا ايه معاه شنط مثلا، هو جاي مثلا تعبان عرقان فحصل طبعا هو يقول لك ايه ده هي ما بتحبنيش، وهي التانية برضو نفس النظام، لما تلاقي طبعا رد كل فعل ليه رد فعل، فهو لما امتلكها ما حسش بالايه بالنعمه. واحنا كلنا كده، كل اللي ربنا مديله نعمه ما بيحسهاش، اللي بيشوف ببصره ده مش حاسس بنعمه البصر، اللي بيسمع مش حاسس بنعمه السمع، اللي ربنا مديله نعمه وظيفه معينه مش حاسس بالناس اللي عندهم بطاله، اللي عنده صحه مش حاسس بالناس المرضى وهكذا. نسال الله ان يتم علينا الصحه والعافيه والرضا عنه سبحانه وتعالى. بعد كده في من الاسباب ايضا الضغط الاقتصادي، هو مثلا حضرتك كان بيجيب لها هديه مثلا كل شهر مره، كل شهرين، كل ثلاثه مره هديه مثلا ب 100 200 300، لكن لا اتفاجئ بعد ما اتجوز وخلف طفل بدا ال 100 وال 200 دول ايه بشكل يومي بعد ما كان ايه بشهور بقت ايه. فالضغط الاقتصادي وظروف العمل برضو ديت من الاسباب. لا هو مش حكايه بشكل يومي، هو في بعض الحالات ما اصلا ما فيش هدايا، ما فيش مناسبات، ما بيجيبش يعني هدايا، ده هو بيجيبها مرغم اكل وشرب ولبس. أيوة. وغيارات للبيبي مثلا او كده. فالضغط الاقتصادي دوت بيخلق حاله من الفطور، ايه ده هو ده الزواج مش مكفي يعني مش مكفي هو دخله على قده. وعلى كل مسلمه وعلى كل متزوجه ان تتقي الله في زوجها، يعني مثلا هي عارفه ظروفه كذا وعارفه دخله كذا خلاص تحاول تنظم ظروفها على اللي ربنا اختاره لها. مش لازم نبص لبنت عمها اللي بتصرف كام الف في الشهر، وبنت خالتها وصاحبتها اللي بتروح في النوادي كذا، لا الضغط الاقتصادي ده بيسبب فطور بين الزوجين. هي دي الزوجه اللي انا كنت بقول ده هتشيلني وتكمل معايا حياتي وهتقف معايا في ظروفي، وطبعا في شركات بتقفل في مصانع. ولكن برضه لما نيجي نتكلم ان قبل الزواج مش بس بيحصل الهدايا، ده كمان بيوعدها بوعود كتير قوي. نعم. كمان ممكن يرسم لها الحياه ورديه تماما، يعني ما تشيلش هم حاجه، فهي بتتصدم برضه بالواقع ان هي بتروح لا بتلاقي مادياته على قده، فمش قادر يكفي لا بيته ولا عياله. هو فبالتالي الحب والدلع والكلام الجميل السيده بالذات بتحس ان هي ضحك عليها. ما هقول لحضرتك ليه، ان الراجل يلفت نظره اول للشكل، والست يلفت نظرها السمع.
لذلك الست دايما تحط الميك اب، تحط الحاجات لبسها ولبس الستات مثلا محلاتهم عندهم اشكال والوان يعني ممكن الاف الالوان، لكن الرجاله يا عيني هم اتنين لون ثلاثه اربعه زي حالتي كده بيسووا دول. فيلفت نظر الست الكلام لما يكلمها يفضل ايه، ولذلك حتى الكذب على الزوجه حلال، يعني بقول لها انت امر الامارات، انت كذا انت كذا، انت امي وانت اختي وانت كل شيء خلاص. لكن الراجل بيلفت نظره، لذلك الست امرت ان تحتجب بخلاف الرجل لم يؤمر ان يحتجب او يحتجب تمام. فده السبب ان هي كانت تسمع منه كلام كتير، فكانت بترسم حياه معينه في مخيلتها، ولما اتجوزت خلاص ايه كل دوت انتهى. الجهل بالزواج ده من الاسباب الفطور، ان هو ما عندوش فكره ان الزواج ان هي ديت خلاص بقت ايه، بقت ارضك، هي ديت مراتك، حلالك، هي الست الوحيده اللي حتى ما تقدرش تقلع هدومها قدام باباها وقدام مامتها، بتبقى قدامك وهكذا. فالجهل بالزواج ده بيخلي برضو يحصل فطور. ليه؟ لان هو ما عندوش فكره بالزواج، انما واخدها لعبه كلها، ان انا هتجوز وستها هتدلعني، هو مستني ان هي تدلعه وهي مستنيه ان هو ايه يدلعها. ما فيش طلاق، حاجه مرار يعني. تمام. اكيد في اسباب تانية. من الاسباب التانية طبعا اهم من الاسباب دي كلها البعد عن الله. اي بيت بعيدين عن ربنا ما بيصلوش، ما يذكروش اسم الله عز وجل، خلاص يعني هتلاقي مشاكل تدب في هذا البيت. دخل البيت وبص على السلبيات، لقى مثلا مخده واقعه، لقى حاجه واقعه، او هي الست كمان عايزين الدنيا تبقى ماشيه كده. فالبعد عن الله عز وجل بيخلي الواحد دايما اعصابه مشدوده. لما ما تذكرش الله عز وجل يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. فيعني ذكر الله عز وجل في البيت وسماع القران بدل الموسيقى والاغاني والكلام ده، وتبقى شغاله طول النهار 24 ساعه وما فيش مره يقراوا القران او يشغلوا اذاعه القران او اي قناه من القنوات الدينيه، ده بيخلي فيه الشد وجذب، والحياه بتبقى فيها صعوبه يعني والعياذ بالله. فالبعد عن الله ده هو اصلا من اسباب الشقاء اصلا في الحياه. قال تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له ايه؟ معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه ضنكا. يعني حتى لو كان غني، يا ابني انت اللي مزعلك، انت زعلان ليه؟ او متضايق ومخنوق. طب انت المدير مزعلك؟ لا، ده انا المدير. فهو اصلا المدير لو مهما كان غني الا برضه بيحس بيحس بضنك وضيق من هذه الزوجه. ايضا حضرتك الاهتمام بالاولاد والاهتمام بالمواقع، مواقع الانترنت. الاهتمام بالاولاد زياده عن اللازم، الاهتمام بالبيت زياده عن اللازم، الاهتمام بالفيسبوك والمواقع الانترنت كلها ديت كلها من اسباب الفطور. بعد ما كان هو تتصل بيه تطمن عليه، انت فين يا حبيبي، انت هتيجي امتى، هو مثلا بيقعد معاها فتره طويله، خلاص بقى الاولاد واخدين منها وقت اكبر. خلاص انا مش بقول ان هي تهم لاولادها، لكن انا عايز ان الزوج ده زوجك ده يعني نمبر 1، هو زوج ده اهم من اولادك. اولادك بكره وبعده هيتجوزوا وهيخلفوا وهيبعدوا، ربما ما يتواصلوش معاك اساسا، فهو ده اللي هيقعد هو الباقي ليكي. فطول ما الواحده، ولكن لو في زوج ربنا مدينا عمل حضرتك قلتها، زوجه كويسه، اولاد كويسين، ومع ذلك برضو بيقعد لفترات طويله جدا على مواقع التواصل الاجتماعي دايما. انا عايز اقول دي حضرتك بيبص بره او دايما مش عاجبه حال بيته وعاجبه حال الناس اللي دي بره. النقطه دي هتيجي حته المواقع ديت، ممكن يبقى جاي من بره يمسك الموبايل بتاعه او اي جهاز وقاعد ايه طول الوقت يبص فيه وسايب مراته. هي بتبقى واخده بالها جدا، وكذلك برضو الزوج لو هي مثلا قاعده معاه وماسكه مثلا تليفونها وبتاع وعماله تلعب بيه او بتتواصل مع حد، حتى اختها ولا اي حد قريب منها، وسايبه زوجها وقاعد جنبيها، ده بيضايقه جدا وبيحس ان هي مش مهتميه بيه خالص. ما هو ده هنا برضو سببه ايه؟ يعني احنا عايزه اتكلم بالذات على ايه؟ واحد ربنا عطيه كل النعم، او العكس السيده وربنا عطاها زوج كويس واولاد كويسين، ومع ذلك اللي هو كل وقتهم ضياع على مواقع التواصل الاجتماعي، على التليفونات مع اصحابهم، ومهملين تماما في البيت. النقطه دي بالذات سببها ايه؟ ده مرض، ولا ده فطور؟ حضرتك هتجاوبنا على السؤال ده، ولكن بعد اتصال اللي معايا استاذ ايمان. اتفضلي يا استاذ ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايزه اتواصل بالشيخ. مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ، كان عندي سؤال كده، هو مواجه للحلقه برضه شويه يعني. اتفضلي. انا كنت انا في فتره الخطوبه وكده، كنت انا ملتزمه في الدين بتاعي وماشيه بما يرضي الله يعني كويس يعني، وفي حفظ القران الكريم. فجاني بقى انسان قال لي همشي معاك بما يرضي الله، وخلاص يعني اتفقنا على ان احنا نمشي على السيره الدينيه يعني، نمشي مع بعض
حلوين يعني. فاتجوزت وفضلت معاه لمده 7 سنين وجبت منه جوز بناه. تمام. فبعد ما اتجوزت بقى اكتشفت ان هو اصلا مش ملتزم بالدين، وفي نفس الوقت بيتعاطى يعني اشياء تانية يعني حشيش وكده. تمام. ما بيصليش، ترك الصلاة؟ اكيد. هل هو ترك الصلاة؟ ترك الصلاة ومش ملتزم. فتركت الوسيلة، مسكت الوسيلة وما رضاش ان انا يعني احمل بعد كده. هو عايز خلف وكده وانا ما رضيتش ان انا احمل، بحس ما عادش اقدر اعمل اولادي اكتر من كده يعني. تمام. فهل هذا حرام او الحلال؟ هو مش راضي يبعد. انا قلت لاهله، قلت لهم انكم كذا كذا وعرفتهم، بس هو مش راضي. حاضر. تمام. اشكرك يا استاذ زمان على اتصالك، وفضلت الشيخ هيجاوب على حضرتك. هو ده برضو من الحاجات اللي احنا بنواجهها، ان اغلب الولاد واثناء الخطوبه دايما يعني بيظهروا بمظهر ان هم، عايزه اقول لك، مش ملائكة. انبياء. ملائكه. انبياء. صلاه وصوم وعباده والدنيا تمام واتقي الله فيك، وبعد الزواج بنلاقي حاجه مختلفه تماما. انا قلت هو الامتلاك في الاول خالص، ان هو كان بيجري وراها لغايه ما وصل لها. هو بيشوفها ان هي ملتزمه دينيا فهو بيلتزم، يشوفها ان هي بتحب هشتك بيشتك بيبقى زيها، حتى لو هو ملتزم يقول لك انا ايه، خليني والله خليني ايه زيها، نفس الايه، نفس الطريقه، عشان يوصل يوصل لايه، ان هي ترضى عنه وتقول ده اللي هي هيعيشني العيشه اللي كويسه خلاص. هي هنا مش بتخلف علشان هو مش ملتزم دينيا. يعني انا عايز اقول تدعي له، تدعي له ان ربنا عز وجل يهديه، تدعوه بالحسنى خلاص، لحد ما ربنا عز وجل يعني ياخد بايده ويصلح حاله ان شاء الله. بعد كده موضوع الخلفه ده زوجك وله الطاعه، فانت تطيعي له وتسمعي. ايوه. يعني هما يجيبوا عيال يبهدلوها معاهم دلوقتي، يعني واحد مش ملتزم وواحد الله اعلم يعني النهارده يومه ايه، بكره يومه ايه، فبرضه يعني هي اصلا عندها اولاد. يعني تدعو له بالصلاح في صلاتك حضرتك، تدعي له، تدعو له، ثم بعد ذلك تدعوه بالحسنى. قال تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. بالحكمه، لان الراجل طول المواعظ في البيت بيتضايق منها، يقول لك انت هتعمل لي فيها شيخه، هي هتقعد توعظ لي، هتعمل لي فيها بتاع ربنا وانا لا. واحيانا بيجي الموضوع عندي عكسي، كل ما انت تقول لزوجك صلي 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 باسلوبك وما بتغيرش الاسلوب، هو ده الفطور اللي هو ايه، اللي هو النمط اللي ما فيش تغيير فيه. فبرضه حاولي حضرتك تغيري من اسلوب الدعوه، وبعد كده لو ربنا هداه شيلي الوسيله ديت، وربنا عز وجل يصلح حالكم ان شاء الله. تمام. معايا اتصال تاني من ام رحمه. اتفضلي يا ام رحمه. بعد اذن حضرتك يا شيخنا. اتفضلي. انا عايزه من حضرتك طلبين. اولا حضرتك تدعي لي ان ربنا يفك كربي، لان مش كرب كبير، بقالي 3 سنين وشهرين. اسال الله ان يفرج عنك. انا عايزه وعايزه رقم تليفون حضرتك الشخصي، ضروري قوي والله. تحت امرك يا ام رحمه. طيب، يا اما تسيبي رقم حضرتك في الكنترول وفضلت الشيخ هيتصل بحضرتك، او تاخدي رقمه من الكنترول. واشكرك يا ام رحمه على اتصالك. طيب، احنا كنا اختلاف الطبع يا استاذه هنا. اختلاف الطبع. الزوج ده راجل والزوجه دي ست، وده تربى في بيئه ودي تربت في بيئه. فاختلاف الطبع هما الاثنين، دي انثى ده رجل. اختلاف الطبع ده هما مش فاهمينه كويس. انا لازم اتفاهم ان ديت ست، الكلمة الحلوة بترضيها والكلمة الوحشة تزعلها. مهما تكبر، وحتى لما تكون جدة قلبها قلب طفلة لسه صغيرة، هي محتاجة الرحمة واللين. كان في حكيم قاعد على نهر، فرأى قطا نزل يشرب فوقع في المية فبيغرق، فالموج عمال ياخده، فهو مد له يده، بيمد يده عشان ينقذه، فالقط ايه خرمشه، فصرخ صرخة كبيرة، ثم بعد ذلك مد يده الأخرى، فالقط بطبعه راح ايه معوره، فصرخ صرخة كبيرة، فطلع الراجل الحكيم ده يجيب حاجة عشان يمدها له عشان ايه ينقذه خلاص. فقال احدهم الناس اللي شايفين، قال له: ويحك، ايه اللي خلاك يعني، هو خلاص هو عورك خلاص بقى؟ قال له: انا اتعامل معه بطبعي وهو يتعامل معي بطبعي. تمام. قال له: ده كل واحد ايه ليه طبع. فالواحد لو فهم طباع الاخرين هيرتاح جدا. انت لما تفهم ان اللي قدامك ده مسلم ولا غير مسلم، ملتزم ولا غير ملتزم، بيفهم كويس ولا ما بيفهمش كويس، هترتاح جدا في المعامله. كذلك ايضا دخول طرف ثالث. كانت المتصله الاولى في حاجه، هو هل يجوز الانفصال بسبب ان هو مش ملتزم دينيا؟ يجوز، بس طبعا لو اصر، لو انكر الصلاه، لو قال مفيش حاجه اسمها صلاه، لكن لو قال لها والله انا كسلان، والله اصل ربنا يهديني، ده ما
يعني ايه ده مسلم عاصي. لكن لو هو مسلم تارك الصلاه عمدا متعمدا وبينكر فرضيتها ده يجوز انها تطلب منه الايه الانفصال. طيب دخول طرف قبل ما نكمل حديثنا معاه اتصلت هنا هناخده على مياده. اتفضلي يا مياده. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن نكلم الشيخ؟ مع حضرتك اتفضلي. اتفضلي يا مياده. بقول لك يا شيخ انا واقعه في مشكله وقاعده في بيت عيله ومعايا سلف يعني بيحاول ان هو يبعد جوزي عني هو وحماتي وعايزينه يطلقني باي شكل. انا مش عارفه اعمل ايه. انا والله ولا برد ولا بشتم ولا بعمل اي حاجه وكل شويه يقول لي انت قلت الادب انت بتشتمني انت بترد عليه والمشاكل كبيره. طب ما ترديش عليهم يا مياده وحاولي. لا ما تقدريش تاخدي سكن بره يا مياده. ايه تقدري تاخدي سكن انت وجوزك بره؟ هو يعني عيشتنا على قدها وهو يعني مقدر. احنا عندنا هنا السكن يعني رخيص مش غالي وما فيش مقدم. بس هو مش راضي يبعد عن امه خالص. تمام ماشي يا مياده حاضر. اشكرك على اتصالك يا استاذه مياده. فضلت الشيخ هيجاوب على حضرتك. هي مياده ما قدرتش هي اللي تخلي جوزها يعني ينتمي ليها. هو بس هو لو الزوج هو يعني دايما بلاقي ان الابن الاكبر في العيله دايما ده حبيب مامته اكتر. يعني مامته متعلقه بيه جامد حتى فمهما عملت الزوجه لا ده يعني في الاغلب او معظم الاولاد الكبار كده. ده انا بشوف يعني ناس كتير كده بتعاني من نفس المشكله ان دايما الزوج بيميل لامه اكتر ما بيميل للزوجه. هو الزوج احسن بيقول لك انا والدتي هي واحده بس في الدنيا. لو ماتت ماليش ام تاني. حتى لو قلت لاي ام يا امي ما تبقاش الام الايه اللي هي الصافيه اللي هي الام الحقيقيه. فلو ماتت امي او جرى لها حاجه خلاص. لكن الزوجه احيانا يقول لك ايه خلاص لو دي لو اتطلقت او ماتت غيرها ايه غيرها موجود اسمها زوجتي خلاص. فهي المفترض برضو تراعي ظروف ان دي والدته وهي اللي جابته وهي يعني الست دي سبب وجود زوجك في الدنيا. فلا بد ان هي تحسن اليها. فاحسني الى والدته احسني الى اخيه وحاولي ان انت تهدي الامور. يعني انت من ناحيتك خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه تحت امركم وخليك كويسه معاهم طالما ان بيت عيله. لان بيت العيله ما بتخلصش مشاكله. ممكن يبقى المشكله حلينها الصبح ويحصل مشكله في ايه في اخر مشكله ثانيه. ايوه من الاسباب دخول الطرف الثالث ان هو يشتكي زوجته لواحد زميله في الشغل او يشتكي لوالدته او يشتكي لاخوه وهي كمان لو قالت لوالدتها او دخلوا طرف ثالث ده يعني اس المشاكل كلها. ده اللي بيفاقم المشكله. فعلى الناس الثنائي لو دخل معاهم ثلاثي يبقى الثلاثي ده هو الفاسد. لان دايما هو الطرف الثالث ده بيسيء صوره الزوج او الزوجه. دايما بيتكلم عنه كلام سيء. نعم ده بقى اصلا الطرف الثالث ده ممكن تكون مثلا بتتواصل مع واحد تاني غير زوجها وتقعد تحكي له بقى ده ما بيصرفش علينا ده كذا وهو يقول لها معلش ده انت لو زوجتي انا كنت عملت وسويت وبتاع. الكلام الغرامي اللي هو بيوصلها لحاله الايه ان هي بتعيش بقى. ما انا بقول لحضرتك ان الست بتاثر بالايه بودانها بالسمع. ولو كتب لها مثلا كلمتين حلوين وانت بيبقى كذاب بيبقى مخادع عشان خاطر عارف ان هي عيني ضعيفه وان هي واقعه في مشكله مع زوجها. فمش لاقي حنان من زوجها مش لاقي مثلا. وزوجها على فكره ممكن يكون حنان جدا كويس جدا لكن الشغل والضغط اللي هو فيه مخليه عايز يعبر لها بحبه ان انا مش عايز اخليكم تبقى محتاجين حاجه. فكون ان الزوج يقول انا بحبك يعني ايه لما يهتم بيها يهتم بشغله يحاول ان هو ما يخليش البيت محتاج حاجه. فده كلمه ان انا بحبك بس هو مش عارف يعبر عنها باللسان. تمام انا معايا اتصال تاني من صابرين. اتفضلي يا استاذه صابرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن حضرتك اكلم الشيخ؟ مع حضرتك اتفضلي. بس حضرتك انا كنت عايزه اسالك. انا شابه انا وجوزي شابه كبيره وكده والمفروض ان انا فرح بنت اختي قرب. تمام. المفروض ان انا كنت اروح لها. فحصلت مشكله ملهاش دعوه بالفرح يعني. فالمهم شابينا مع بعض فرح قال لي تبقي طالق مني لو رحت. فهو الموضوع الحمد لله اتحل. فانا مش عارفه هل حتى لو انا رحت بتراضي عنه الطلقه اتحسبت ولا لا؟ هتسالي استاذه منى هتساليها يا استاذه حضرتك. هو الفرح لسه ما جاش صح؟ لا هو لسه ما جاش. هو لسه يوم 10/7. انت عايزه تروحي ولا مش عايزه تروحي؟ لا عاوزه اروح بس. طيب اتصالحتوا يعني؟ اتصالحتوا خلاص؟ نعم اتصالحتوا خلاص الحمد لله. ايوه ولكن طلحنا ده اسمه طلاق معلق. الدنيا تمام الحمد لله. هو رمالك الطلاق كده في ايدك انت
واخده بال حضرتك؟ انت هتساليه تقولي له انت كان ده تهديد ولا كان بجد طلاق، ان انا لو رحت فعلا هبقى طالق. لو قال لك فعلا ساعتها انا كنت غضبان وكنت عايز اعاقبك فما تروحيش. انصحك يعني نصيحه هو اخوك الافضل كمان ان هي ما تروحش، لان بعض الاراء الاخرى بتقول ان ده طلاق صريح ولكنه معلق. ما هو معلق، اللفظ صريح هو معلق، بس هو احيانا بيبقى تهديد يعني. انا عايز اقول لحضرتك ان في ناس من الاسباب الفتور برضو ان هو كل شويه اشكرك يا استاذ صابرين على اتصالك، تكوني طالق لو عملت كذا، تكوني طالق انا هطلقك، انا هتجوز عليكي، ده فيه بنت مش عارف مين كان نفسي اتجوزها وطلقت من جوزها، او فلانه لسه ما اتجوزتش ومستنياني لحد النهارده. فالتهديد ده برضو صعب جدا ومن اسباب الفتور بين الايه بين الزوجين. فهي الافضل ان تسأل جوزها، لو كان تهديد هيبقى يطعم او يكفر عن يمين، ولو كان طلاق يبقى افضل ليكي ما تروحيش عشان ده الطلقه ديت هتقع لو انت رحتي. طب يكفر عن يمين بقد ايه؟ كفاره اليمين معروفه ان هو يطعم 10 مساكين او كسوتهم او يصوم 3 ايام. يصوم 3 ايام تمام. من اسباب الفطور في الحياه الزوجيه، من اسباب الفطور ايضا في المناسبات، ما بيحترمش المناسبات. مناسبه الزواج الست دايما تبقى عندها تواريخ معينه عامله لها حساب، الراجل ما بيبقاش واخد باله من الحاجات دي. ولا الست والله احيانا ولا الست فكرتني بعد زواج. فعلى الزوجه ان هي تاخد بالها، وعلى الزوج ان هو ياخد باله من المناسبات جدا، يعني هديه بسيطه، كلمه حلوه، يجدد، لان التجديد ده في الحياه مهم. حتى في الشغل التجديد لازم الانسان يجدد من نفسه، يطور من نفسه، حتى في العبادات. هو الستات بيحبوا الهدايا، يعني حتى في العبادات اي هديه هتبقى جميله قوي، هتحل المشكله. اصل هي الهديه مش في قيمتها يا استاذه، ده الهديه في ان هو يعني ايه افتكرها، في ان هو لها كلمه حلوه. فالمناسبات ديت برضو لازم ناخد بالنا منها، لما بتعدي مره واثنين وثلاثه بيحصل فطور خالص، هو يعني زيه زي ايه شغل، بيجي من الشغل الساعه كذا بينام الساعه كذا، خلاص ايه حياه نمط معين روتيني. كذلك ايضا عدم احترام الخصوصيه، هي بتحب مثلا لبس معين او اكل معين، لا اعمل اكل كذا وناكل كذا، فهو بيحاول انه ايه يحاول ان هو يرغمها على الشيء دوت، فبيحصل برضو فطور بينهم. ما هو ده مفهوم القوامه اللي بيفهموها الرجاله غلط، ان انا هو خطأ. بتحكم فيها في كل حاجه، ما تخرجيش ما تلبسيش ما تاكليش. انا اقول لحضرتك قصه كده، الذكور الشرق ده انا اقول لحضرتك قصه ان هو كان، لا هتقولي القصه بس بعد ما ناخد اتصال معاه تاني. طيب اتفضلي معانا استاذه مروه. اتفضلي يا استاذه مروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي اكلم الشيخ مع حضرتك. اتفضلي. بصي يا شيخ، انا جوزي كان زي واحده متصلت من شويه وقالت ان هو كان بيتباهي ان هو بيعرف الدين وكده، بس هو طلع مش كده خالص. بعد الجواز انا خلفت طفل واثنين، وقعدت فتره طويله في زعل ومشاكل ما بيننا، لدرجه ان احنا كنا بنقعد بالست شهور هو ينام في مكان وانا بنام في مكان. فصلنا فتره بس من غير طلاق تقريبا سنه، ورجعت تاني. عندي احساس يا شيخ من ناحيته والله اعلم، انا ساعات كل ما بشوفه قدامي بحس اني استغفر الله العظيم يا رب عايزه الف وشي الناحيه الثانيه. ساعات ما بيحصل بينا حاجه تاني يوم الصبح انا ببقى نفسي اولع عشان ببقى كارهها اصلا، ازاي يعني ازاي وليه؟ طب ليه كده؟ السبب ايه؟ انا مش عارفه السبب، السبب كتر المشاكل. السبب طب اسمعي الاسباب يا استاذه مروه، اسمعي يعني الاسباب. هو في مشاكل كتير اصلا بينكم، ما هي اصلا طيب اسمعي الاسباب والعلاج ان شاء الله النهارده، وان شاء الله ربنا يصلح حالك وتابع حلقتنا وهنجاوب على حضرتك. نسال الله ان يصلح حالهم يا رب. اللهم امين. اتصل بزوجته وقال لها حبيبتي جهزي غدا او جهزي عزومه عشان عازم اهلي النهارده. فجه طبعا لهم هيجوا على العصر، فهو جاي قبل العصر بساعتين او ساعه ونص، فلقى مراته ايه قاعده على الفيسبوك ايه ده انت ما عملتش الاكل؟ قالت له حبيبي مش اهلك بقى خليهم والله اتصل بالدليفري بتاعك. تتفاجئ بقى ان على العصر كده باباها بيخبط، مامتها بتخبط، اخواتها وزواجهم وكده. قال لها هم دول اهلي. فالزوجه لما ما بتحترمش زوجها بيحصل طبعا ايه، بيحصل المقالب الجامده دي اللي هو عايز يوصلها رساله. هو زي ما تقولي لما لقاها ما بتحبش اهله فبدا يوصلها رساله بطريقه معينه. والزوجه اللي بتلاقي برضو زوجها ما بيعمل عمليه اهمال مهمل قوي في طلباتها، لانه كل ما بتصل انا جايه اتغدى زي ما بقول لك كده جهز الغدا، فتقول له مثلا هات معاك كذا وكذا 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 القائمه بتاعتها دي. فراحت بعت له على الواتس مثلا ايه ابقى عدى على الصيدليه هات كذا، وعدى على بتاع الخضار هات كذا وكذا وكذا وكذا، وعزه بتسلم عليك. فراح رد على قال لها عزه مين؟ قلت له لا يا حبيبي ده انا بس عشان اعرف ان الايه الرساله وصلت ولا لا. فحته المقالب ديت خلاص بتخلي الواحد ايه يعني يعرف ان الشريك فهمه
وحفظه خلاص. فراح عمل لها بلوك وقال لها خلاص كده انت عمل مراته عمل مراته بلوك. انا سمعت مره ان في حاله طلاق تمت بسبب ان فتحت عليه التليفون. ممكن بتحصل. لا بجد ده بتحصل حاجات رهيبه جدا. ده كان معانا اتصال وبجد المشكله طرحت في البرنامج ده. قالت انا زوجي طلقني علشان انا فتحت رديت عليه بيرن علي فرديت عليه. انا عايز اقول لسيادتك المشاكل اللي حاصله بينهم انا لو بصيت لشريكي او بصيت لزوجي او هي هو بص لمراته نظره اخرى اعتقد ان شاء الله الدنيا هتبقى تمام. في احدى المحاضرات حضرتك كنت بتقول احترام خصوصيات الاخرين او احترام لازم هي تحترم الاهل وهو كمان لازم يحترم أكيد. اهلها ويحترم خصوصياتها. ولكن احنا بنراه يعني مش هقول مش هعم ولكن بنرى بعض من الازواج اللي هم بيحبوا زوجاتهم تروح معاهم عند اهليهم لكن هم مش بيحبوا يروحوا عند اهل زوجاتهم والعكس صحيح. يعني انا اعرف بعض الحالات ما تروحش. اللي هي ساكنه في نفس المكان نفس البيت ومع ذلك ما بتكلمش مامته مش عايزه تروح عندها مش عايزه إيه في نفس البيت. لا فاللي هو طيب الحاجات دي برضو سببها ايه؟ يعني يمكن من الاسباب برضو ان كثره المشاكل فزادت عن حدها لحد ما حصل الانفجار اللي هو ليه الكراهيه الزايده ولا دي الانانيه؟ ما ممكن تكون الانانيه دي جايه معانا برضو في من الاسباب ان هي الانانيه ديت ان هي بتحب نفسها. المشكله المتصل اللي كانت موجوده اللي بتقول لحضرتك ان هي مش طايقه خالص تبص في وش زوجها بس هو اكيد ده مش سحر صح. هو اكيد تراكم مشاكل واسباب. انا قلت زي ما قلنا ان في البدايه خالص ان هي لما خلى لها الحياه وردي اعتقد ان والدته برضه كانت برضه بتيجي تقول يا حبيبتي ده انت بنتي وبنت الثانيه اصلا انا يعرف اللي هو اشتميت ان هي عايزه تقول بس او انا معمول لي سحر يعني احنا بنلاقي ان اغلب الناس اللي على فكرة من غير سحر تقول لك اصل انا معمول لي عمل او معمول لي سحر من غير عمل او سحر ممكن تلقي نفسها رقية شرعية وتجيب مثلا ازازة مية وتقرا لقيت الكرسي وتخلي زوجها يقرا يشرب منها وهي كمان تشرب منها خلاص عشان خاطر لو في حاجة لو في سحر لو في حسد او مش لازم سحر بس ممكن يكون حسد حد حسدهم على اللي هم فيها من النعم فبالتالي الحسد ده بيخلي العلاقة بينهم. شوف تخيلي لما تقول لك مثلا انا مش طايق ابص في وشه يبقى ده معناه ايه. فطبعا في احدى المحاضرات قال المحاضر اذا غضبت زوجة احدكم كيف ترضيها وارسل ورقة لكل واحد. في واحد قال لك انا والله اقول لها كلمتين حلوين واللي قالها اجيب لها هديه واللي قالها نجيب مثلا الصور بتاعتنا والفيديوهات القديمه نقعد نتفرج انا وهي هرضيها افكرها بايه بالحاجات دي. قال وهو بيشوف اللي بيقرا عليهم الردود لقى ورقه بيضة ما فيهاش اي ايه اي اجابه خالص وفيها الاسم. قال فلان لماذا لم تكتب؟ قال لاني لا اعرف كيف ارضيها لاني لا اعرف كيف ارضيها انا مش عارف ارضيها ازاي. فقال له طبعا كان في ستات في القاعه حاضرين وسامعين يعني فكله بص بدات الستات تغضب ازاي يعني احنا للدرجه دي ما فيش حاجه بترضينا والرجاله التانيين برضه ايه في ذهول ازاي مش قادر يعني ايه ترضي زوجتك. ما هنا السؤال هل كل الزوجات نوعا واحدا وهل كل الازواج نوعا واحدا؟ لا طبعا لا بس هتسمعي حضرتك. فقال انا هجاوب حضرتك على السؤال دوت ماشي لازم ضروري. المهم فقال له كيف لا ترضيها يعني انت مش عارف ترضيها ازاي. قال تزوجت منذ كذا وكذا من سنين وانجبت كذا من الاطفال وزوجتي كانت تعمل وكانت تحبني جدا حبا شديدا ولكني كنت انانيا جدا معها يعني كنت يعني حابب نفسي قوي وكنت مهتم بنفسي قوي اكلي وخروجي وبتاع. في ازواج يعني بره بيضحك وبقه كده ويروح البيت متنشن وزعلان. انت زعلان من ايه فيه ايه؟ زعلان مش عارف انت يعني انت في البيت قاعد كده سي السيد هات له كوبايه ميه يجيبوا له كوبايه ميه هات واحده ثانيه كوبايه طب ما تقول لها هات ازازه هات شفشه يعني عارفه انت مشغله كده فقاعد طول الوقت متنشن وشادد على طول. فقال له يا سيدي انا كنت دايما شادد على طول واناني قوي وشايف نفسي قوي زياده عن اللازم فاذا بزوجتي هذه كانت يعني ايه يعني حصل لها انطواء فخلاص بقت ايه بتقول لنفسها انا حياتي استثم على كده وهظبط ظروفي على كده. تمام. الزوج ده في الاخر بيقول لك في يوم من الايام بيصحي زوجته من النوم وجدها قد ماتت. وطبعا لما جم زمايلها يعزوا ف يعني قالوا له ما كانت تحياه
وكانت بتحاول يعني تتمنى له الرضا أن يرضى، كانت تتمنى له السعادة أن يسعد. فعشان كده هو بكى وقال لم أستطع ولن أستطيع أن أرضيها. فياريت لو كل زوج وزوجة فيه مشاكل بينهم ينظر إلى هذه النظرة. لو تخيل كده لو صبحت الصبح لقيت يعني الزوج ده قد توفي، وهيحصل في يوم من الأيام هيحصل انفصال بينكم، يا إما إيه، يا إما بطلاق أو بإيه، بموت. تمام، أنا مع اتصال من أستاذ أيمن. اتفضل يا أستاذ أيمن. ممكن أكلم فيه؟ مع حضرتك يا فندم، اتفضل. إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كنت حامل في بنوتة. تمام ماشي. وجوزي حماتي قومته عليا هو وأخوه، ورمى عليا يمينين ورا بعض. ومن بعد اليمينين دول يعني بيجي مش طايق يقعد معايا ولا مع الأولاد، وبيجي يخش ينام وبيعمل مشاكل عمال على بطال. بس وممكن رقم حضرتك؟ طيب اتفضلي، سيبي رقم حضرتك في الكنترول وهو هيتصل بحضرتك بعد الحلقة إن شاء الله. واشكرك على اتصالك. لو رمى اليمين مرتين في نفس الوقت، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انها تحسب يعني طلقه واحده. لو الاثنين في نفس التوقيت. تمام. كنت سالت حضرتك لما اقول جنس الرجال نوع واحد، يعني كلهم شبه بعض زي ما دايما بنقول كده لما بتحصل مشكله ما بين الازواج كلهم، او ونفس الحكايه الستات، الستات كلهم زي بعض. هل فعلا كلهم زي بعض؟ في تقارب بس لكن مش زي بعض. اختلاف الثقافات، اختلاف الفكر، اختلاف التعليم، كل ده يعني ايه، اختلاف البيئه اللي هو عايش فيها، اللي عايش في غرب. المهم ان كلهم مش زي بعض، مش زي بعض. هم يعني بيشتركوا في حاجات وبيختلفوا في حاجات، في صفات مشتركه ما بينهم. في صفات، الصفات المشتركه بينهم لازم كل زوجه انها تبقى عارفه عشان خاطر تقدر تقريبا تعرف. هي الصفات السيئه هي اللي بتبقى مشتركه. طيب محاوله الاسترجال من قبل الزوج. انا معايا اتصال تاني برضو من صفا. اتفضل يا استاذه صفا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك اتفضلي، اقول كلمات للزوجين نصيحه وادعي لحضراتكم تحاوروا مع بعضكم بالحب والود. واجتمعوا على ذكر الله في كل وقت. الله. وتعاملوا بالصدق طول العمر. الله. واملأوا حياتكم بالتعاون على الخير. واحرصوا على إرضاء بعضكم بالكلام العدل. ولا تنسوا الفضل بينكم لأنه أمر من الرب. الله. وأدعي الحضرات ودعاء. اتفضلي يا أستاذة. يا رب يحليكم بالعلم. يا رب. ويسعدكم بالحلم. آمين يا رب. ويوفقكم لعمل الخير. آمين. وأسأله سبحانه أن يرقيكم بالقراءة. آمين. وينور حياتكم بالقناعة. يا رب. ويزودكم بكل ساعة فرح وطاعة. ويعلي قدركم بالعزة والكرامة. ويهديكم لكل ابواب الفهم الواسع والعمل الدائم النافع. اللهم امين. اللهم شكرا. امين. ربنا يسعدك يا استاذه صفاء. ولك بمثل ان شاء الله. اتصالك يا استاذه صفاء اسعدتينا، ربنا يسعدك. اشكرك يا استاذ. بدل كله مشاكل كده. طيب برضو كان في عنده سؤال، يعني نوعيه التربيه او تربيه الابناء، يعني احنا هنلاقي كل واحد بيتربى بطريقه مختلفه عن الاخر. طيب هل تربيه الذكور بالذات في المجتمع الشرقي هي سبب في وجود الفتور في الحياه الزوجيه، ان دايما ان احنا بنربي الولد على انه لا انت راجل ما ينفعش، يعني دايما الزوج في المفاهيم الخاطئه ان زي ما حضرتك قلت بيعتبر الزوجه شغال عنده. أيوة. ما بيحترمش خصوصياتها. بيتعامل لا انا القوامه في البيت، مع ان احنا قلنا ان القوامه مشروطه بالانفاق، فاذا يعني سقط هذا الشرط سقطت القوامه. طيب هل فعلا التربيه بتبقى سبب من اسباب الفتور؟ اكيد. التربيه ديت يعني حينما يكون المجتمع ذكوريا بحتا ده بيبقى سبب من اسباب الفتور، ان هو عايز كل حاجه اوامر فقط. يعني مثلا حضرتك لما الزوجه مثلا تسترجل في البيت، الزوج طبعا بيرفض تماما ان هي صوتها يعلى، ان هي تتعصب، ان هي تبقى تمشي كلامها،
وده طبعا هم مش فاهمين ان هم شريكين. يعني الحياه يعني في تفاهم، في تناغم، فيه اراء، راي ورايك، لكن هو بياخدها ان هي ايه، امر. هي يعني مثلا غيرت الديكور او المنظر بتاع البيت، لا لازم تقولي لي الاول قبليها، يا ابن الحمام انت كنت في الشغل وانا كنت قاعده في البيت. لا اللي هو كمان ما ينفعش تطلعي غير لما تقولي لي، ما ينفعش تروحي عند بيت ده ممكن يبقوا في نفس المكان. بس ده برضو تعرفوا بس يا فندم من باب الايه، اشمعنى بنسيب الست بتطلع تروح تشتغل عشان تجيب فلوس تساعد في البيت ومش بنخليها تروح تزور اهلها؟ هو لو راحت الشغل هي خلاص اتفقوا ان هي هتروح الشغل يوميا من الحد للخميس من الساعه كذا. خلينا متفقين يا فضيله الشيخ ان ما فيش سيده على ما اعتقد في العالم بتبقى طالعه تشتغل علشان هي عايزه تشتغل. هي طالعه تشتغل علشان ظروف الحياه لازم كده، لا لازم شرط ان احنا نشتغل. في ستات بيطلعوا الشغل عشان حتى لو زي ما حضرتك بتقول عشان بيبقى قله قليله، ولكن قله قليله صدقني لو الزوج موفر طلباته انا شخصيا هقعد في البيت. طب اقول لحضرتك حاجه، انا اعرف ناس كتير جدا بتشتغل وما بتصرفش حاجه على البيت، تصرف على نفسها بس، لبسها واكلها وشربها. ما هو برضه عشان هو مش مكفي، مش مكفي لبسها، مش مكفي، مش مكفي شربها، مش مكفي طلباتها. ما هي في بقى هي ماهيش ماشيه بالتوسط، هي ماشيه بتبذير. هي مثلا معاها شهاده جامعيه فتقول لك انا لازم ايه اثبت وجودي، فوجودي دوت ان انا اشتغل وان انا اجيب فلوس، يبقى طالما معايا فلوسي خلاص انتهى، هو ايه ما يقدرش يكلمني. طب ما ده حقيقي. طب ما هو يعني ما انت يعني احنا بنشوف ده، احنا تقريبا كم حاله طلاق كل كام دقيقه، كل 6 دقائق حالتين طلاق. فبالتالي لا، هو الست بتخرج تشتغل بتخرج علشان مش ما فيش امان، ما فيش امان للرجل، ما فيش امان للحياه، ما فيش امان، ما فيش امان. فهو طب وهي لو عاشت يا استاذ هنا، لو هي لو عاشت كزوجه، زوجه يعني زوجه، زوجه بجد، ان هي تهتم بزوجها، تهتم بلبسه، تهتم باكله وشربه، تهتم ببيتها، تحترم الصوت. ما هتهتم ولكن في بس هي لو اهتمت بس وخلت البيت فيه سكن وموده، وهي قاعده في البيت كده مرتاحه وهاديه كده، اول ما يجي تستقبله بابتسامه حلوه، الحمد لله بالسلامه، ربنا يخليك لينا ويقويك على على على, على الحياه، ماشي. ايه اللي هيحصل يا استاذه؟ اللي هيحصل ان هيحصل سكن وهدوء، لكن هي شغاله وهو شغال، هما الاثنين جايين مش طايقين نفسهم، كل واحد تعبان جدا. ما هو بسبب فهو عايز ياكل امه. هي الحاله الاقتصاديه صعبه، ان الظروف احنا صعبناها، احنا اللي صعبناها. هي صعبه بالفعل. لا لا هي صعبه بس احنا صعبناها زياده عن اللازم، احنا صعبناها بمصاريفنا الزياده، بخروجاتنا الزياده، بالمناظر والمظاهر، احنا عايزين نعيش في مكان اوسع، عايزين نعيش في عربيه تبقى احدث وهكذا. اتفضلي يا عم. طيب. في اتصال؟ في اتصال معايا استاذه ايمان، اتفضلي يا استاذه ايمان. لو سمحتي بس انا عايزه احكي مشكلتي، ويا ريت بس الرد يكون بعد ما اخلص يعني. اتفضلي. انا اتجوزت 2 سنين وانفصلت سبب مشاكل ما كناش متفاهمين. كان السبب الرئيسي فيها الخلفة، ان انا كان نفسي اخلف وهو ما بيدورش، مش في دماغه، وكان دايما الرد لما نبدو طول ما احنا كويسين، احنا مش انا مش بفكر في الولاد، يعني معنى كده ان احنا لو اختلفنا في يوم من الايام تبقى عايز ولاد، هيكون انا عمري عدى. المهم انفصلنا، جيت طلبت في حد تاني، سألني في الاول انت عندك مشكلة، ردت عليه ان وارد يكون عندي مشكلة، احنا اصلا ما دورناش فما اعرفش ان انا عندي، ما عنديش، الله ورسوله الاعلم يعني. ورحت للدكتور 2 و3 وخدته معايا، وفعلا طلع عندي احتمال يكون في مشكلة محتاجة علاج. طيب ماشي هنكمل، ما كناش لسه ارتبطنا رسمي يعني، فارتبطنا بعديها، هو كان يعرف كل حاجة. جيت اتجوزت، هو معاه بنت من زوجة اولانية لي ومنفصل عنها. جينا اتجوزنا و عشت مع مامته في البيت. عشت مع مامته في البيت. سؤال فين يا سيدي؟ حاليا هو مش راضي يدور على ورد واولاد، دايما بسمع كلمه انا ما فيش، انا ما معيش، عيشي وردي باللي انت ربنا كتبهولك، ما فيش طموح للخلف، انا عايش مع مامته وعيشه يعني لا تطاق، بس مفقوده جدا، حياتي مهدده في اي وقت، محدش راضي يديني حد، ان احنا يعني كل اللي بيتدخل بيقول لك يعني واحد مش عايز ولاد دلوقتي، ما تدوريش، ما هو لما يسيب دينه، دينه كبير. سؤال حضرتك يا استاذه، انا ليا حد ان انا ادور على خلفه ولا لا؟ تمام ماشي، اشكرك على اتصالك. سريعا سؤالي، لها حق ان هي تدور على الخلفه ولا لا؟ ده اصلا مش سؤال، المفترض ده
احنا حتى في اول الحلقه قلنا ان سيدنا زكريا يقول ايه؟ وهب لي من لدنك وليا. ده حب الاولاد ده دي فطره. دي فطره حضرتك ليك حق طبعا. ليك حق انك ايه؟ انك تبحثي. محاوله الاسترجال في البيت. لا احنا مش عايزين اسباب ثانيه لان الحلقه خلاص تعتبر انتهت، فانا عايزه نصيحه اخيره. ده العلاج طيب. ده فيه ده العلاج بقى. ده فيه بقى الانتقاد بتاع الزوجه لما تقعد هنكمله باذن الله، بس نصيحه بقى، نصيحه لكل المشاكل اللي احنا بنواجهها. قال تعالى: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. والله عز وجل قال في سوره النحل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. انا كان عندي اسباب كتير جدا للعلاج على فكره. يعني ان شاء الله. طب كان عندي انت قدام حضرتك قد ايه؟ لا انا تقريبا لازم اختم دلوقتي. طيب هو ان يعني يبقى العمل الصالح الايه بتاع سوره النحل ديت مهمه جدا. رضا يا فندم اللي حضرتك دايما كنت بتذكره، ان انت عايزنا نرضى ونرضى بالقليل وما نبصش الرضا مهم جدا لما في ايد غيرنا. الرضا مهم جدا. طول ما الست تبص لغيرها هتتعب جدا، وطول ما الزوج يبص لغير زوجته هيتعب جدا طبعاً. وهيشوف ان الست ديت ست مقصره. اهم حاجه الرحمه ان احنا دايما بنتعامل برضو بعنف في بيتنا. ومن ايتين خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. فالرحمه اساس كل شيء، مش بس مع الازواج، ده كمان مع البشر. الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، تبسمك في وجه اخيك صدقه. كل الحاجات ديت ايه يعني؟ اللهم اجعلنا ممن يرحمون فيرحمون. اللهم امين. في نهايه حلقتنا بنشكر فضيلة الشيخ محمد فهيم من علماء الأزهر الشريف، نورتنا النهارده يا فندم. واشكرك جدا واشكركم مشاهدينا، والى لقاء آخر. وهذا ديننا. دين السعادة والمحبة والجمال، السماحة والإجابة والسؤال، دين التبسم.